بسم الله الرحمن الرحيم شباب، لا تنسون تصلون على نبينا محمد. قبل لا نبلش شباب، هاي حتكون عندنا مسابقة على هذا الفيديو. جواز المسابقة اللي هي باكيت الفينوم والبوذا والجاذبية، ثلاث فواكه. تمام، السحب راح ينتهي بعد نزول هذا الفيديو بيومين يا شباب. شروط المسابقة: تخلي لايك على هذا الفيديو وتخلي اشتراك وتكتب تعليق جميل نفسكم، أهم شيء التعليق حتى أقدر أختاركم من التعليقات. تمام شباب، أخليكم بالأخير طريقة كيف تجيبون السكريبت. تمام، والهاك تحميله التحديث الجديد هاك دلتا، صار لي تقريبا يومين من نزل تحديث أو 3 أيام العفو. تمام، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك. هسه شباب، راح ننتقل إلى الشرح. شباب، قبل لا ندخل بالشرح، راح أشتري فاكهة على حظكم ونشوف شو راح يطلع لنا. بعدها راح نبدأ بالشرح. وإذا شفت صوت لك عليه والله منعش، بس إذا صور الفيديو راح أنامه. أوكي نايس، أوكي شوف موجود عندي ولا لا، خليها بالسكر. شوف عندي فاكهة طبعا خليها. هسه شباب نبدأ بأول شي بالشرح. أول طريقة اللي هي التجميع من خلال البوسات الموجودات عفو، أول طريقة شباب من خلال الزعماء الموجودين بالماب. تمام، تسوون لهم فارم، راح يعطيكم راح يعطيكم فلوس هواي شباب. سوح الأقرب واحد، أو راح ياخد المهمة فلاني من تحدده أو تخليهم هاي كلها تفعل هذا الخيار، يقول لك هي جميع الزعماء الموجودين بالماب، وهذا اللي جوا ياخد المهمة يا شباب. هذا السكريبت أنا شارحه قبل بساعة، شرح تفصيلي إله، راح تحصلون رابط الشرح بالوصف شباب. راح يطلع لكم هسه على الشاشة تقريبا، إذا أقدر بخليه على الشاشة لكم. ياخذ المهمة أول طريقة لتجميع الفلوس. بس ما تلاحظون شباب عندكم هذا الزوي يدخلكم سيرفر جديد، يعني بعد ما تخلص البوسات الموجود يعني الزعماء العفو الموجودين بالماب، تدوس على هذا الزر. تمام، عفو، يدخلك سيرفر جديد موجود بيه ايضا زعماء، وتظل تسوي نفس الطريقة تعيدها. تمام، على ما يخلصون، وهذا الشيء خلصهم اصلا، عيد ما يحتاج الى شيء. هذا موجود بس مبلش عند الشباب الزعيم. هو اللبين نفس ما تلاحظون شباب، سرعة السكوبت كلش خرافي يعني، وأيضا حاول بالتلبيل بالتجميع. نفس ما تروحون ثواني قتل الزعيم، نفس ما قلت لكم إنه هذا الخيار يدخلكم سيرفر جديد، وتظل تعيد نفس الطريقة، تدخل على السيرفر تفعل اثنين الخيارين، فعل هذا وفعل هذا وهذا. تمام، هذا اول واحد يقتل لك كل الزعماء الموجودين بالماب، وهذا ياخذ لك المهمه اللي جوا. تمام، هسه وهذا يدخلك سيرفر جديد، يعني غير لك السيرفر. تمام، هسه ينتقل للسكريبت الثاني مال التجميع شباب. السكريبت الثاني راح يكون من خلال تجميع الصناديق يا شباب. وهذا افضل سكريبت اشوفه من ناحيه تجميع الصناديق. ونفس ما قلت لكم بالبداية شباب، إذا عجبكم الحلقة أو الفيديو العفو، لا تنسون تخلوا لايك واشتراك شباب. شباب إذا شفتوني يعني بعض الكلمات جاي أغلب فلوس، والله إذا أنا منعس وحاليا إذا تسألون ليش تسوي بهذا الوقت، وقت شوية متأخر، لأن والله إزعاج يعني ما تشوفون في 50 مليون سنة إلا نزل لكم فيديو، بسبب يعني أهلي وما أقدر، ما عندي مكان محدد للتصوير، فلمن ينامون الأهل اللي أقدر أصور لكم. هذا سبب تأخري بتنزيل الفيديوهات. تمام،
سننتقل إلى السيتنج. نفس ما قلت لكم تضغط هنا راح يشتغل معك، تنتظر بعض الثواني على ما تطلع الأيقونة مالت الهاك السيت اب العفو. هاي هي الأيقونة، مجرد هنا يطلع لك عدد الصناديق اللي خذيتها، هنا يطلع لك المبلغ ايش قد حصلت وجو الوقت. تمام، نفس ما تلاحظون شباب حاليا جمعنا 35 صندوق، وهذا المبلغ اللي حصلنا عليه من الفلوس وجو الوقت. ونفس ما لاحظت حصلت الكاس، اول ما تحصل الكاس بيوقف. تمام، بيوقف معاك السكرب، وهذا الشيء الجيد بالسكرب يا شباب. نفس ما قلت لكم شباب، لهنا وصلنا لنهاية الحلقة، راح اخليكم مع طريقة تنزيل وايضا طريقة للحصول على حسابات او فواكه من خلال في التليجرام، هشرح لكم اياها للناس اللي تستفاد. تتابع اللي ما تبي بس يشوفون طريقة التنزيل وخلاص. اذا عجبكم نفس ما قلت لكم شباب لايك واشتراك، يعني والله حتى تدعمونا وبس. هنا وصلنا لنهاية الحلقة، مع السلامة، سي يو شباب. يا شباب طريقة تنزيل الهاك، تدخلون على الوصف مالت الفيديو راح يوديكم على رابطين، رابط مالت الديسكورد ورابط مالت التليجرام. أول شي راح نشرح مالت التليجرام، بعدين راح نشرح مالت الديسكورد. تمام شباب، أول حاجة أول ما تدخلون راح يدخلك على القناة مالتي الأساسية، تجي على تنزيل الهاك، تروح على أول بوت، تنطي أرسال للبدء. طريقة تنزيل الهاك، مجموعة هاكات بروكس فوت أو روبلوكس العفو، تضغط على تحميل الهاك التحديث الجديد. هذا هو تحميل هاك دلتا، تضغط عليه حيوديك رابط مباشر من ميديا فاير وتحمله يا شباب. هسه نرجع السكربتات، راح تجون هنا على سكربتات بلوكس فوت، سكربتات في اليوتيوب اللي اني حاليا شارحها. تمام، عندنا اول سكربت اللي استعرضته لكم مات البوسات، وباقي السكربتات راح تحصلوها هنا. السكربتات المشروحة تضغط هنا شباب، راح تحصلون هذا رابع سكربت اللي هو جمعت بيه الفلوس، تنطو نسخ الرمز وراح ينسخ معاكم. هسه ننتقل الى الطريقة الثانية، او قبل لا ننتقل عندنا شباب متجر بالتليجرام، تقدر من خلال تلفل من خلال الفواكه، تعطيهم فواكه للشباب راح يلفلوا لك. تمام، مثل تعطيهم هسه اكو الآن حاليا اول عرض متوفر، عرض بوذا يلفل لك 80 ليفل العفو 80 ليفل، تخيل. والله شباب انا اقول لكم نعسان وبس اريد انام وبس اخلص الفيديو. اوكي، يلفل لك 800 ليفل. تمام، ويجمع لك فلوس مقابل فاكهة بوذا. تتواصل مع المشرف، هذا هو شباب، تضغط على هنا وتدخل له بالخاص وتكلمه، انت تتفق انت وياه. وعندنا ثاني حاجة اللي هي الفواكه بالمجان والحسابات، نفس اقو هذا اللي حاليا مكتوب. تمام، عندنا القناة تسليم، قبل تقريبا يومين سلمنا حساب ليفل 1000 تقريبا، يعني ليفل ماكس، يعني مو ليفل ناقصة، تقريبا 150 ليفل ويصير ماكس. سلمناه للشخص، يستاهل الولد هذا، هو تقدر تتأكدون وياه انه احنا سلمناه. بوت الماركت اوكي. هسه ندخل على البوت، وسالة البث تضغطون عليها، يطلع لك المتجر، تجميع النقاط، معلومات، الهدايا اليوم، مشاهدة الإعلانات، ورصيدك اليوم، وتبديل الفواكه مقابل نقاط. أول شي ندخل على المتجر، راح تحصلون فاكهة الفهد أو الفينوم، وراح تحصلون السعر مالتها. هسه تقول لي شلون أحصل على النقاط؟ طريقة سهلة يا شباب، من خلال تجميع النقاط. تجميع النقاط، كل شخص تقوم بدخله ستحصل على نقطة، ك
كيف تقول لي كيف ادخل مستخدمين او اشخاص على البوت؟ تقدر من خلال تيك توك او اليوتيوب او اي منصة ثانية، انستغرام، فيسبوك، تنشر عن البوت، تمام، وتخلي رابط مالت الدعوة مالتك، واي شخص يدخل من عندك تحصل نقطة، تمام. او عندك ثاني خيار اللي هي الهدايا اليومية. يومية تقدر تحصل على نقطة من خلال الهدايا اليومية. شباب، عندك مشاهدة الإعلانات، تشاهد إعلانات، أو العفو مش مشاهدة، تتخطى إعلانات من جوجل وحتحصل على النقاط. تدخل أول ما تفتح الرابط حيوديك على جوجل، تتخطى الإعلان ويرجعك هنا على التليجرام ويحسب لك نقاط، أو تبديل النقاط مقابل العفو، أو تبديل الفواكه مقابل نقاط. هسه عفو، البوذة تضغط عليها نعم، تنتظر بعض الثواني، أواني عندي تقريبا، أو فاكهة الفهد، تمام، هاي فاكهة الفهد مقابل عدد النقاط هذا. إذا تريد تتواصل معانا تبدلها، تنطينا الفاكهة ونعطيك نقاط بالبوث، تمام شباب. هذا هو النظام المستعمل إحنا. عندك هنا المعلومات الشراء حول ذلك. هسه شباب راح ننتقل إلى الديسكورد، وكيف تجيبون السكريبت أو تحملون الهاك، تمام. شباب، أول ما تدخل على رابط الديسكورد أو رابط سيرفر الديسكورد، تطلع لك هذه الواجهة أو هيش يطلع لك الترحيب، تمام. تنزل لجوا قليلا او تكتب بالشات اريد الهاك، راح يوديك على طول، تمام. تكتب هاك او سكريبت، راح يوديك على هذه النقطة. عندك اول شيء الجوال، هاك دلتا حاليا اخر شيء نازل، تضغط هنا على هذا الرابط وراح يتحمل معك. عندنا السكريبت نفس الشيء، هذني السكريبتات المستعملة. هذا السكريبت اول واحد اللي هو تجميع اللي شرحته، والسكريبت الاول اللي هو مات البوسات، اثنين الموجودات، هذا الاول وهذا الثاني اللي مات الفلوس، تمام. سوي له نسخه وتضيفه، تمام شباب. وبس شباب، لهنا شباب وصلنا نهايه الحلقه. اذا عجبكم لا تنسوا تخلوا لايك واشتراك، واذا صوت تشوفونه لك عليه، والله يعني متعب وبس اريد اروح انام، ويعني اريد اسوي الفيد نفس ما قلت لكم، وما عندي اي فرصه او وقت ثاني اقدر اصور بيه الا هذا الوقت حاليا بالليل. وبس لهنا شباب وصلنا نهاية الحلقة، مع السلامة، سيو شباب.